وزير جلالة الملك تساءل في الخطاب ديال 20 غشت 2022 عما وفرنا لأبناء هذا الوطن لتوطيد ارتباطهم ببلادهم، وحنا بدورة كتسألوا ياك هاد العام والعام اللي داز ساهمتوا في لارام، قولوا لنا شنو هو الأثر ديال هاد المساهمة على أفراد الجالية. السيد الوزير، ياك درتوا خطوط وتذاكر خاصة ودرتوا مجموعة من المبادرات في عدة مجالات بما فيها كرة القدم وداكشي ديال قطر، الحج، العمرة، وراه هاد الجالية خصكم تلقاو لها حلول. راه كاين لي هادي 5 سنين ما شافش العائلة ديالو، ومنين كيجيو يقطعوا باش يدخلوا كيتصدموا بالأثمنة الخيالية ديال التذاكر، وخصوصا بالنسبة للعائلات الكبيرة. أقل شيء ديروا تذكرة تفضيلية واحدة لكل فرد في العام. أما أن تكتفي الوزارة بتحسيس الشركات والتبرير لها بأن السوق محررة وتخضع للعرض والطلب، فهذا كيضرب في الصميم مجهودات البلاد ديالنا لربط الجالية خصوصا الجيل الثاني والثالث ببلادهم، كما أنه ما كيتوافقش مع التوجهات والتطلعات ديال بلادنا السياحية. السيد الوزير، هذا الشيء ماشي جديد وكيوقع كل عام. واش هاد الجالية عندكم بحال شي بقرة حالوب وصافي؟ إلا كانت تعني لكم شي حاجة وكانت كتجيب لكم 117 مليار ديال الدرهم من العملة الصعبة اللي بها كتستوردوا، ما فيها باس ديروا دراسات استباقية وتلقاو حلول. ياك نتوما حكومة الكفاءات والإنجازات الغير مسبوقة، إوا هنيئا لكم، راكم نجحتوا ولأول مرة تخرجوا حتى أبناء الجالية باش يحتجوا ويوقعوا حتى هما على العرائض. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.